واحد الاخ سولني قال لي يا خاي سيمو واحد القضيه، واش ملي كدوي لنا على دولار كدوي لنا على الشهر الاول نديرو دولار واحد، واش كدوي بنيتك ولا كضحك عليه؟ انا عاود الاخوان اللي ما تيكونوش معنا ما كانوش في هذا اللايف هذا ولا ما سمعوش في ستوريكم، كاع الناس اللي كيبغيو يبداو الخدمه في الانترنت اش كنقول لهم؟ تنقول لهم التاكتيك اللي خدام ليك لازم تمشي بيه بعيد ان شاء الله. في الاول غادي تحط واحد 3 شهور غادي تتعلم داكشي اللي باغي، 3 شهور شوف اشنو عجبك، عجبك ريسكين والشهر الاول كاع سير طلع عليهم كامل، عارف اشنو طاري، شوف الريسكين، شوف ايباي، شوف شوف ادسان، شوف شوبيفاي، شوف 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 داكشي كامل. الشهرين اللي من بعدها تخصص في شي مجال وجلس تقرا عليه مزيان وكذا، من بعدها تبدا الخدمه. يعني 3 شهور غادي تجلس تقرا، راه الناس باش يولي انجينيور كيمشي يقرا 5 سنين، باش يولي طبيب كيقرا 7 سنين، باش يولي اللي بغى يولي تيمشي يقرا واحد السنين، لا بغى يولي دكتوره راه تيمشي يقرا واحد السنين بزاف. يعني فهمتي؟ يعني انا قلت لك سير قرايه 3 شهور، بلا ما تجي 3 شهور بزاف كذا، يعني انت ما ضفكر مفقود فيك الامل بلا ما نضيع معاك الوقت، فهمتي؟ غنزيد نكمل الهضره. ماش نجاملك، الواقع هو هذا، غتمشي تقرا واحد 3 شهور على داك الشيء وغادي تبدا. والشهر الاول، الشهر الاول تخلي التارجت ديالك هو واحد الدولار، يعني 10 دراهم. غتمشي تخدم الشهر الاول كامله تقول التارجت ديالي انا بهذه الخدمه هذه كامله هو باغي ندير 10 دراهم، الشهر الثاني باغي ندير 20 درهم اللي هي 2 دولار، الشهر الثالث 4 دولار، الشهر الرابع 8 دولار، الشهر اللي بعده 16 دولار، الشهر اللي بعده 32 دولار، بقى تضرب في 2، بقى تضرب في 2، بقى تضرب في 2، يا كتشي صغير بزاف. ملي توصل بعد 12 شهر اللي هي عام جيت لقى راسك راك فتي 1000 دولار، فتي 1000 دولار يعني راك فتي مليون في الشهر، يعني الا هو هذا الشيء جوسوي سور لا درتي غادي توصل لهذا المبلغ هذا، جوسوي سور لا درتي هذا الشيء غادي توصل لهذا المبلغ هذا، واحتمال انك تفوتو كبير بزاف غادي تفوت هذا الشيء. يعني عام و 3 شهور غادي تولي كتخلص، عام و 3 شهور غتولي كتخلص، غادي تولي تدخل اكثر من واحد المليون الا مشيتي درتي هذا الشيء اللي كنقول لك. ولكن العقليه المضافاكر زعما شنو هي لا باغي نوصل بالسربه لا واش كاين شي طريق مختصر، اسمعني الله يرضي عليك، عام و 3 شهور غادي تولي توصل لهذا المبلغ هذا، ما تبقاش عاد تمشي تضرب في جوج. المهم نقول حنا وصلتي لهذا المبلغ هذا بعد عام. عرفتي شنو غادي يطرى لك الا مشيتي حطيتي مثلا الشهر الاول 500 دولار وهو خا تجيب 20 دولار غادي تمشي تخوي في حالك، لان تبان لك 20 دولار ماشي شي حاجه. علاه كنقول لك ما تخليش الاهداف ديالك كبيره، وانت راك داخل في واحد الليرنينغ بروسيس، يعني في واحد المرحله ديال التعلم، يعني عام و 3 شهور كامله مرحله ديال التعلم. واخا توصل داك مليون في الشهر وجي سوي السور غادي تفوتو، الا درتي هادشي اللي كنقول لك جي سوي السور غادي تفوتو، هي مرحله ديال التعلم. على حقيقه راه انجينيور في ديك البلاد عندنا راه تيقرا 5 سنين باش يخرج يخدم ب 5500 درهم، 5 سنين وانجينيور راه واحد الشخص اللي دماغ احسن مني وحسن منك وحسن 99.99 ديال اللي كيتفرجوا فيا دابا. انجينيور راه دماغ، انجينيور راه واحد السيد كراد، لان انا ما يمكنش نكون انجينيور لان انا جبت 10.06، اشنو تجي اهلني انا باش نكون انجينيور؟ فهمتي؟ يعني اصلا غير مثلا غادي ندفع ليكول ديال الانجينيوري ماشي اللي زاد الطونت، اصلا خاصهم يسبوا لي الوالدين، فهمتي؟ خاصهم يصيفطوا لي شي برا رضيناه يقول لي فهمتي ديال لان اهانه اصلا نمشي دفعت لهم ب 10.06. يعني انجينيور واحد السيد اللي هو قراي وكراد وكيطير ودوز عامين ديال الكلاس بريبا ودوز موراه 3 سنين وزيد وتلقى ضرب مثلا واحد 6 موا ديال ستاج وكذا وكتب ليه رابور وتصادع خرج وخدم ب 5500. ما تبقاش تستهان الاخ بالحياه، ما تبقاش تستهان، وقدر عباد الله قدر عباد الله راهم حسن منا، راه ما عندهمش التوجيه الصحيح، راهم حسن منا بزاف، راه ما عندهمش التوجيه الصحيح. دوك الدراري دماغ ما عندهمش التوجيه الصحيح، ما عادش نضيمو معاهم. تيخرج مسكين تيخدم ب 5500 درهم، انت دابا ملي كنجي كنقول لك ضرب هذا العام و 3 شهور بروسيس ديال في نفس الوقت ديال الخدمه، ومن بعد غادي تخدم بواحد، من بعد غادي تلقى راسك كدير واحد 1000 دولار للفوق. ولا صاحبي راه قالوا لنا هادشي ساهل، لا كذبوا عليك، على ما ضفاكر كذبوا عليك اصاحبي، ماشي ساهل هادشي تيبغي تعلم. ماشي شفتي مثلا كما واحد المثال تيقولوا بلال ديما وتيعجبني، قالوا لك راه الصباغه فيها الفلوس مثلا 6 صباغات فيها الفلوس، غادي تمشي تجي تجري غادي تهز طلوشيطه وتجي تصبغ، راه ما عادش تجي تصبغ، راه غادي تجي غادي يجدك من الدار غادي يجيب لك الامين ديال الصباغه
وغادي يدير لك شي غرامه ماليه، لان اصلا غادي توسخ ليه الطاره صاحبي، راه ماشي ساهله تصباغ، تصعب، خاصك تجلس وتعلم تصباغ، واخا قالوا لك فيها الفلوس خاصك تجلس تعلم على حقيقه. هاد الشيء ولا 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 دار واحد السيبه ديال كل شيء، ولا بغى ينقز وكل شيء بغى يدير كل شيء. حتى راه الا انترنت اصاحبي ديك العجل، حتى انا باغي ندخل فين غادي ندخل اصاحبي، فين غادي ندخل؟ عيب شويه، كل شيء غادي يدخل ان شاء الله. ما هي جويه الدراري، ثلاث شهور الاولى غادي تجلس تعلم، وغادي تجلس تحط التارجت ديالك 10 درهم 20 درهم 40 درهم 80 درهم 160 درهم 320 درهم، وانت طالع ضرب في جوج ضرب في جوج ضرب في جوج، في الاخر العام جات تلقى فيها 10000 درهم، ضرب في جوج ضرب في جوج، وراه جو سوي السوري قدر في الشهر الثالث ولا الرابع قدر تفوت 10000 درهم، وراه داروها بزاف الدراري. ولكن الا جيتي حاط من الاول الشهر الاول باغي ندير مليون، لان داك خونا قال لنا دار 100 مليون، لان انت تتقار راسك مع شي واحد اللي قديم في الحرفه هنا، هذاك خونا صاحبي دار 100 مليون في الشهر، با 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 با، حتى انا غادي نبدا الخدمه، انا نبدا الخدمه الشهر شحال اليوم؟ اليوم 7 في الشهر، 7 حنا دخلات عندنا 7 الاخوان، شحال تقول لي سلا اليومين 6 7 خيتي المغرب 6 السوايع، المهم دخلات اليوم 7 في الشهر، 7 في شهر 8 ان شاء الله نكون محضر واحد المليون، هو القليل ما تحضروش. والمشكله اللي طرا لك هي حتى واحد التارجت اللي ما تقدرش عليه، المشكله اللي طرا لك هي اللي تحطم وتجي تخوي السوق، ما تجيش تكمل وغادي تمشي بعدا تبقى تنقر وغادي تدخل في واحد الحاله ديال الاكتئاب. وهادشي اللي كيطرى للاخوان ديما، ملي كنقول ليه دير 10 درهم يقدر 10 درهم ترابع السيمانه، وغادي تفرح تقول واي، وهاد الشعور هذا لصالح كانك تمشي تكمل، ماشي الشعور ديال يقدر لحتى شي مليون، يقدر تدخل مثلا 500 درهم، قلتي انت بغيتي تجيب مليون في الاخر الشهر لقيتي راسك مدخل 500 درهم، اشنو غادي دير زعما؟ تفرح؟ لا ما تفرحش، لان التارجت ديالك والقانون اللي حطيتيه مع راسك هو الاخر ديال الشهر، شهر نهار 7 في الشهر الجاي خاص يكون عندك مليون، انت عندك 500 درهم، غتبدا ترجع تقارن 500 درهم اصاحبي 100 مليون اصاحبي، انا باغي، انا كنت باغي انايا مليون، انا كنت انا باغي مليون اصاحبي، 500 درهم اصاحبي، انا تبدلت انا على انت ما ضفكر اصلا، ديك ال 500 درهم ما تستاهلهاش حتى هي، فهمتي؟ واك ما دغيش لي يقول لك هاد الهضره هادي، فهمتي؟ هذا هو الواقع، لان الواقع قرر راسك مع شي ناس اخرين واحترمو، كاين واحد الانجينيور اللي كيقرا 5 سنين اللي هو قراي وكراد وقضالبك، ماشي زعما ديك 5 سنين في القرايه، لا راه حياته كامله كان تيقرا، راه اصلا جاب في السانكيام مزيان، وجاب في السيزيام مزيان، وجاب في الباك مزيان، هي اللي خلاتو يدوز ليكول ديال الانجينيوري، وعاد قرا عامين الكلاس بريبا، عاد داز عاوتاني قرا تمايا، وهاد السيد هذا اللي هو سنين هو كيتقاتل، غادي يتخرج وغادي يخدم ب 5500، وانت غادي تجي دير لنا انا 500 درهم، اصلا هو ما خداش 500 درهم، اصلا هو ديك السنين كامله اللي كان تيقرا كان كيديبلاصا من جيبو، كان تيتقاتل من جيبو، فهمتي؟ ما كانش كياخذ ديك 500 درهم، ما كانش كياخذ عليها. كنقول لك شويه الواقعيه، وراه ديك الهضره اللي كنقول راه صحيح، واللي دار بها راه غادي يمشي بعيد. وديجا الاخوان تيصيفطوا لي خويا سيمو، مشيت بغيت نخدم على 10 درهم حتى انا الشهر الاول، وكنت حاط التارجت ديالي 10 درهم، وراني فعلا درت 1200 درهم، درت 120 دولار مزيان، غادي يبقى في جميع الحالات فرحان. الا الشهر اللي بعد منه كاع دار حتى 60 يبقى فرحان، الشهر اللي بعد منه دار الشهر الثالث الا نزل حتى 20 غادي يبقى فرحان، لان التارجت في الشهر الثالث هو 4، لان انت في واحد ليرنينغ بروسيس، انت كتعلم، انت ماشي باغي تدخل الفلوس، ولكن كلشي ولا عندنا في هذا المجال جايين ليه ديك النوعيه بزاف جيت لي ديك النوعيه بزاف ديال وانا كنموت وانا والدي اصاط. هذا الفيلم هذا صاحبي راه تجي مرضنا صاحبي، هذا الفيلم هذا ماشي يخليك تخدم وتنوض مع الخمسه د الصباح وتقاتل، هاد تتموت غادي تمشي تخدم شي خدمه عاديه كما كيخدموا الناس العاديين، غتمشي كتموت والديك تيعاني، وفريمون غادي تمشي تخدم بشي 50 درهم في النهار، وغادي تقابل هاد الخدمه هادي بالليل، الا هادي والديك تيعاني، وغاتمشي تقاتل بشي 50 ولا 100 درهم في النهار، ولا شي خدمه ما عرفتش في سونتر دابيل ولا شي حاجه، وغادي تشدوك الفلوس باش توكل والديك، فهمتي؟ راه دوك الفلوس قاد الا باغي تاكل وتعيش وصافي. المهم ما ندخلوش في هادشي بزاف، لان فهمتي تنحاول نعطيك واحد الفاكين مايند سيت اللي ما تبقاش، لان هاد الهضره هادي ديال كنموت وكنعاني كدا ما هاديش، ماشي زعما هي باش غادي تربح، زعما ماشي زعما راه الا قلتيها لنا غادي تربح، زعما بحال لا مثلا باش نقول عاوتاني هضره اخرى، زعما لجي دخلت لهاد الطومين هذا وقلت له انا راني كنموت غادي يستربيو لي الفلوس، غادي يقول لي صبر 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 راه كيموت، حل المجرى حل المجرى، صاد شكون اللي تيحل المجرى؟ ما كاينش اللي تيجي يحل المجرى، صاد غادي تمشي تخدم، انا كنموت غادي تمشي تخدم، وانا ولي جي تمشي تخدم، انا باغي نعاون، تمشي تخدم، سير تخدم، سير تخدم وغتخلص، الكون ما تيظلم حتى واحد،
ماشي يسير بك انت على حق حيتاش انت كتموت، بالعكس غادي يعطلك انت لانك انت كتموت، ما تكونش عندك واحد الكفاءه في الخدمه مجهده. لان ملي كنكون جوج واحد جاي خدام داير بحال هكا، هو تخيل معايا هاد الشوج هذا واحد الشيء داير. السلام عليكم سيدي، لاباس خاصك شي حاجه سيدي؟ عندنا هذا الباكاج الاولاني سيدي هو داير 1200 درهم، وعندنا هذا الباكيج هادي ماشي هادي هي الكفاءه ديال انا كنموت. وكاين المضافكر الاخر اللي كتقول عليه صدقات ليه، هو اللي سلام سيدي صافا بخير مرحبا تفضل لك، ما خاصك شي حاجه، خاصك قهوه شي حاجه فهمتي، اوكي نجيب لك على الاقل نجيب لك قرعه الماء تفضل شراه دار مع الكونتاكت كدا. عندنا الباكيج الاول ب 1200، وعندنا الباكيج الثاني ب 1500، وعندنا الباكيج الثالث ب 2700. وعندنا واحد لوفر حسن من هادشي كامل، شي الا خلصتي شهرين كنعطيك الشهر الثالث فابور، وعندنا لوفر اللي حسن من هادشي كامل خلص 5 شهور نعطيك 5 شهور فابور. وهذا راه هو اللي كياخذوا من عندنا بزاف الناس الصراحه فهمتي، وتيدوي معاه وتيقول ليه لا انا هذا جاني غالي، تيقول ليه ماشي مشكل ندير لك 20% ديسكاونت كدا. انت وصال معاه في الهضره ما عرفت فين وصلوا، انت باقي في هذيك. وعندنا الباكيج الثالث 2700 درهم، وعندنا اصلا بحال صورك تباين فهمتي نسب، ولكن فهمتي حالتك اصلا ما 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 حالتك ما 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 تخليش الناس لا تبيع ولا تشارى معك اصلا ولا تدير معك حتى حاجه. تقول لي لا راني مخبع من ورا الانترنت، لا كاين واحد الاحساس كيوصل من الجهه الاخرى، كاين واحد المضافكر كاتب ايميل بطريقه، وكاين واحد المضافكر كاتب ايميل لانه باغا يديرو باش يربح فهمتي. كاين جوج الناس كيكتبوا ايميل، وكاين فرق كبير ما بين هذا وهذا. كاين ايميل اللي كاتبو واحد تيفكر تقول صاب هاكا هو مع راسو والعقل داكشي اللي كتقول تيزيد يعطي صاد دابا 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 بغينا نخدمو، فكر ليا فشي ايميل، فكر ليا فشي حاجه اللي غادي نديروها غادي نطلعو الكونفرشن. عندي داك التيستيمونيال ديال دوك السيدات جوج سيمانات هادي غادي نستعملهم. زيدني شي حاجه اخرى، زيدني انا عارفك الجن زيدني شي حاجه اخرى وي غادي نديرو في الايد لاين هادي باش نخليوه يتحل يحلوه بزاف الناس اللي يستعملوا هادي. اجي نشوف العشرة ديال لي زيميل الاخرين اللي صيفطنا شكون هو اللي فيهم تحل بزاف، ونبازي على داكشي الايميل اللي تحل بزاف، نبازي على كيفاش غادي نقاد العنوان ديال الايميل الجديد. هذا كوا تيفكر السيد اللي تيحارب، وهكا تيفكر المضافكر اللي تيقول لك هاد الهضره ديال انا كنموت وكنعاني وباغي نعاون والديا. دابا خصني نسكت شي ايميل نصيفط كتب اي زباله كتبها، المهم راني تسمى درتها صيفطي. ورا الفرق الصوت كبير، الفرق كبير الفرق كبير ما بين ايميل وايميل. غنوريك ايميل تكتبوه الخوت ما تيجيب حتى سيل وحده، وايميل كنكتبوه تنجيبو 10% السيل، الا قراتو 1000 الناس 100 شراو فهمتي. المهم ندوزو الاخوان، هاد الهضره هادي راه فهمتي مطبقه على اي حاجه، وحاول يوميا ما تبقاش تستعمل شي حاجه اللي ما فايداكش. اي فكره تجيك في الراس قول واش هادي نافعاني، ما نافعانيش لوحه دوز لشي حاجه اخرى، خليني نمشي نكمل داكشي اللي خدام فهمتي. ما تبقاش تضيع الانرجي ديالك في شي حاجه اللي ما فايدك في والو. انا كنموت وانا ومن بعد ما فايدكش هاد الهضره هادي، كتزيد كتقتل راسك اصاحبي، كتزيد كتقتل راسك. راه ما هاد الهضره هادي راه كون كانت هادي تنفع، راه مثلا علاش تفاديت الافكار السلبيه؟ شحال من واحد تيقول لي لا خاص تفكر منطقي او كنفكر معاك منطقي زيد ايه صاحبي دابا الدوله كتا دابا ماشي شي مواضيع خاوي شي جات مثلا مشات لي سميتو الفوسفات، وراش تفكر من وين في الفوسفات اصلا فهمتي. نمشي نتا في الخدمه الا بقيت ديا في الهضره خاويه ماشي تقدر نوض غدا مع الصباح، لان الانرجي ديالي هادي تمشي اصاحب الا بقيت كندوي معاك هكدا ودابا وتايتي وتايفعلو كدا. انا ما داخلش انا في هذا الموضوع هذا، ماشي نقول لك تارنا نتحاسبوا على الدوله ما داو، انا ما ندخلش في هذا الشيء كامل، ما ندخلش ليه من الاول. اجي مشاجي نتا في خدمتي، لان راه غدا ما نقدرش نوض الا ضيعت الانرجي ديالي في شي هضره خاويه. غادي نبقى وغادي نزيدو في شي هضره خاويه، ماشي بحال تزيدنا في شي هضره عامره ديال صاد نديرو هادي كدا صاد. عرفتي داك خونا راه نصاوب واحد الكامبين خدام على واحد البرودوي ديال الشهر، راه محركه وايل هنا دوله كدا خدام في استراليا با مزيان، واخا حتى باقي حتى انا كنفكر نسكيلي في استراليا اوتوماتيك. ملي غادي نمشي الناس غادي نوض الغد غادي نفكر نمشي نسكيلي في استراليا، ولا ما فكرتش نديرها غدا نفكر نديرها السيمانه الجايه. عقلي بقى خدام في ذاك الاتجاه ديال نسكيلي، هادو هما الهضرات باش عامر مع الدراري نسكيلي ندير نفعل كدا شي برودوي جديد ماشي الفوسفات
الدوله العثماني كدا صافاك حتى واحد فيهم ما غادي يتبدل حتى واحد فيهم. يعني مثلا ندويش على العثماني مزيان ولا خايب ما غاديش تشونجي حتى حاجه. انت كشخص ما غادي تسمح لك القضيه تشونجي حتى حاجه. انت شخص وانا شخص عادي. هذوك الناس راه خدامين دايرين الخدمه اللي عليهم دير الخدمه اللي عليهم الله يسر لهم الله يوفقهم. اللي خدام مزيان راه خدام اللي ما خدامش مزيان منه لراسو. انت سير تجاه فراسك اصاحبي سير تجاه فراسك الله يرضي عليك. راه ما هادي هادي تضيع هادي تضيع الشيت ديالك اصاحبي فشي حاجه اللي ما عادش تقدر تغدا تمشي تخدم. فهمتي الدراري هاكا كان طال لي حتى واحد الوقيته فهمتي تلقاني كتلقاني كنناقش اي موضوع اي موضوع. اكبر شخص سلبي في واحد المرحله في حياتي اكبر شخص سلبي حكومه بنكيران كذا هذاك هذا رئيس الجامعه شفار هذا رئيس الجامعه صاحبي دوزو ليه ديك الميزانيه ديال التنميه البشريه تشكى عليها هذا رئيس الجامعه راكب الاي ام جي الاي ام جي ما درت ما انا اللي اونتربرونور خدام من راسو كندخل الملايين وقال لك ما درت الاي ام جي جا هو امو ما قاريش ما دايرش ما فاش ديال الهضره اللي كنت كندوا في الوقيته لا رئيس الجامعه صايق الاي ام جي سيما بربي لا سيما بربي لا سابش صاحبي الشال. هاد الهضره هادي ما فايداناش اصاحبي. هاد الهضره هادي هضره خاوي بغيتي نزيد عليك. هاد الهضره هادي هضره خاوي ماش ما 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 ماش نزيدو بها لقدام. انت في حياتك ماجيش تزيد لقدام. هاد الشداده هادي يمشي هادي يمشي هاد الشداده هادي يمشي وبدل نمشيو انفيستيو في شي حاجه اخرى اللي تجيب النفع ما يبقاش عندنا الجه. الغتله هاد الموضوع غادي نجيو عاوتاني نفس الهضره لان باقي انت مع نفس المدافاكرز اللي متفقين على هاد الهضره فهمتي. اللي غدا مثلا الدراري صحابك اللي كتجلس كتناقش معاهم هذا غدا تنسى عليهم الهدايه من السماء غادي تمشي غادي تلاقى معاهم يقولوا لك صات نسان صاد الهضره هادي جيش ندوب شويه في البيزنس. لا راه مدافاكرز انا تعرفهم مزيان فهمتي. غتعاود عاوتاني يقول لك اجيب لك شي خبار باقا نحيح اجي شفت اخونا داك خونا اللي شعل اليوم العافيه في راسو. اه صاحبي راه حتى راه بنادم راه ماشي يريش على العافيه في راسو صاحبي في هاد البلاد هاد ترى بنادم صاحبي راه خاصو يباش ما يصبح هادشي ديتي صاحبي هاد الهضره هاد ما تقدريش دير والو غدا عاوتاني بعد غدا وعاوتاني العام الجاي وعاوتاني بعد عامين. المدافاكرز اللي كانوا كيخدموا افونساو في حياتهم بعد عامين وانت غادي تجي عاوتاني تجي تلقى تتلاقى معاهم غادي تلاقى المشكله غادي تلاقى مع دوك خوتنا. وتخيل من هنا 10 سنين شنو غادي يطرى تلاقى مع المدافاكرز اللي كانوا خدامين طلعوا وانت باقي جالس انت هو انت تقول لهم اه الصاد هذاك خو هذاك خونا صاحبي راه كنت جالس مع حرتوكا صاحبي ما كيعرف اللي من الزرواطه سولني عليه انا راه ولد دواري زيكا صاحبي وغادي تبقى مكمله يقول لك اه صاحبي وتا صاحبي راه كيدوز زعما بحال شي واحد فاهم صاحبي وكذا هو راه نسمو ماضي نسى راه ولد الدواري زيك ومن بعد فهمت هذاك صاحبي واش هذاك الفنان اصاحبي هذاك راه